بحضور عدد من خبراء القانون الدولي والسفراء وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال برئاسة محمد أبو العنين، عقد مجلس الأعمال المصري الأوروبي ندوة موسعة لمناقشة التداعيات القانونية والسياسية المترتبة على إصدار الكونغرس الأمريكي لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف إعلاميا بجاسيتا. وناقش الحضور ما يشكله القانون من سابقة خطيرة وما يثيره من إشكاليات قانونية وسياسية وما يترتب عليه من عواقب وخيمة، فضلا عن الخيارات المتاحة للمملكة العربية السعودية وللدول العربية للتصدي لهذا القانون الذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي العام والخاص وينتهك العديد من القواعد القانونية الدولية. السعودية مستهدفة، وانا سمعت في تحليل، يمكن حد بيتكلم في تحليل بالارقام، بيقول لك السعوديه عندها 750 مليار استثمارات عندهم هناك، ويكلموا على ان كم القضايا التقريبيه اللي ممكن ترفع توصلهم ل 3.5 تريليون دولار. طبعا احنا السعوديه ده امن المصري، هو الامن السعودي، هو الامن الاماراتي، هو الامن العربي، ما نقدرش نسيب السعوديه لوحدها ولا نقدر نسيب الامم العربيه لوحدها، ومصر لازم يكون فيها سيب كوكبة من العلماء اللي كلموا النهاردة دول ودول موجودين في مصر على الساحة المصرية. لازم يبقى في صوت أقوى من كده بكتير جدا باتصالاتهم وبمعارفهم وبعلاقاتهم. لازم نتحرك عشان العالم يسمع صوتنا ويبدأ يعمل له حساب. أنا يعني دي البداية، مش هنقفل الموضوع، الموضوع ما زال قيد البحث. أنا كان نفسي النهاردة، وياريت إن شاء الله الأسبوع، إحنا عندنا اجتماع تاني إمتى؟ يوم 23 جاي معانا هنا سفير الإنجليزي، وانا هطرح سؤال. يمكن انا رايح يوم 24 وهطرح سؤال دلوقتي. انا كان نفسي برضو نناقشه، ايه المطلوب من القياده الامريكيه الجديده في ضوء هم الناس ليهم تجارب فشلت وتصورات للشرق الاوسط الكبير والشرق الاوسط الجديد والربيع العربي والفوضى الخلاقه، وسمعنا الحواديت دي كلها، وقلنا النهاردة إلى ما قال. هم عارفين دلوقتي مخاطره إيه، وأكبر مخاطر دي هو رعاعة الإرهاب اللي حصلت اللي بتهددهم النهاردة وبتهدد أوروبا. إيه التجارب اللي استفادوا منها؟ وإيه المطلوب من القيادة الأمريكية الجديد؟ المناقشات الثرية من أعضاء مجلس الأعمال المصري الأوروبي طالبت بضرورة أن يكون هناك علانية للتحقيق، وكذلك وجود أدلة مباشرة وواضحة من خلال تطبيق هذا القانون، خاصة أن قانون جاستا يعاقب الدولة التي ينتمي إليها الإرهابي، وهذا غير منطقي، خاصة أن هناك العديد من الإرهابيين تم تدريبهم في مدارس بأمريكا نفسها. في فلسفة القانون الأمريكي، وكتبها أول عميد لجامعة هارفرد لكلية العقوف في جامعة هارفرد، بيقول إيه؟ بيقول المصلحة المعتبرة عنده هي مصلحة القوي فقط، طالما أن الذي يضار منها ضعيف فلا يعنيك أبدا شكوى الضعيف إلا إذا أصبح قويا يناطحك. هنا فقط أنا بكلم في فلسفة القانون، مش فلسفة سياسية، دي في الفيلوسوفي أوف لو. فالنهاردة عندما يحدثنا القانون الأمريكي أو ال 28 صفحة، وبالمناسبة أنا عندي التقرير الأول والثاني، الكلام كله يا نبيل دي اللي حضرتك قريته واللي ما اللي حضرتك ما استكملتوش أيضا، بيتكلم في المعيار القانوني عن ترهات. كل شعوب المنطقة يجب أن تتوحد وأن تحمي بعضها بعضا وأن تحمي نفسها من أي إساءة لأحد الأطراف. مصر مستهدفة، السعودية الوقت مستهدفة، أنا رأيي لأسباب مختلفة. International Public Law هو فعلا هو الحكم، القانون الدولي العام، وعلى رأسه ميثاق الأمم المتحدة. لا تستطيع من الناحية القانونية أي دولة، ومهما كان الكونغرس في هذه الدولة بيصدر تشريعات، ولكن كون إن هذه التشريعات تسري على الدول الأخرى هذا غير مقبول. لابد أن يكون هناك حكم ويستند إلى مبادئ القانون الدولي العام. نوعا من الابتزاز، هذا ما وصفه الحضور القانون الأمريكي الجديد
لأن على الدولة دفع التعويض وإلا سيتم الحكم عليها، خاصة وأنه لا يوجد أي دفاع أو براهين لإثبات البراءة. تم ربما للمرة الأولى تحدي الفيتو الرئاسي في وقت يقترب فيه أعضاء الكونغرس من الانتخابات في نوفمبر القادم، في الانتخابات المقنطرة. فهذا الاعتبار أعتقد كان مسيطر على أعضاء الكونغرس اللي قدموه واللي أيدوه. إذا كنا حريصين على السعودية، ونحن حريصين بالفعل، الشعب السعودي الشقيق الصديق، السعودية ياما ساعدتنا، لعب دور هام في العالم العربي، جزء أساسي من الجامعة العربية. فإذا لابد من أن نكون ناصحين وصديقك من صدقك. مجلس الأعمال المصري الأوروبي أعلن رفضه للقانون الأمريكي، مؤكدا تضامنه مع المملكة العربية السعودية في رفض هذا القانون، لأن هذا القانون يخالف الحصانة السيادية للدولة والمساواة في السيادة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. أحمد